السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم إن شاء الله غنقترح عليكم حلوى الرخامة أو الزليجة أو الملفي أو النوغة، يعني كلها واش كيسميها، كتجي لذيذة بزاف بطريقة سهلة مع كل الأسرار والتقنية باش تنجح معانا، ما تهرس وتجينا مقادة في الشكل ديالها. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة تحضير هذه الرخامة. في المكونات غادي نحتاجو كاوكاو، ممكن عوض كاوكاو نديرو اللوز. انا هنا عندي كيلو، وطبعا الكميه اختياريه. كيلو ديال الكاوكاو اللي مقشر يعني الكبير اللي كنحمروه في الفران على نار مهيله، ممكن طبعا نقليوه. هنا هذه المره حمرتو نار مهيله حتى كيتحمر مزيان وكيرجع بهذا الشكل هذا. كنشدوه وكنهرمشوه، ما كنطحنوش بزاف باش كيجينا دوك القطع ديال الكاوكاو او الفول السوداني باينه، وكتجي احسن البتان من اي بيسكوي بغيتو كتفضلوه. تقريبا عندي هنا 170 غرام، كل وحده فيها 85، والكميه طبعا اختياريه. كنهرمشوه حتى هو، يعني كنطحنوه وكنخليوه بعض القطع فيه مع ملعقه كبيره ونصف من الشوكولا بودره او كاكاو الحلو اللي كيعطي اللون، مع عندي الشوكولاته في الفوق بيض باش تجيني هي من داخل غامقه، وحتى المذاق كيجي احسن. ما نديروش الكاكاو المر، الحلو احسن. غادي نديرو كميه من الكراميل باش نجمعو مع العسل، ممكن نستعملو الكراميل بوحدو كما انه ممكن نستعملو العسل بوحدو، لكم الاختيار. وحتى الكميه كتبقى طبعا على حساب القدر اللي درنا ديال الكاوكاو ديال البسكويت. طريقة التحضير فهي سهلة جدا ومعروفة كنظن عند الجميع، اخوات كتار اللي طلبوا مني الطريقة ديالي. كنعتذر الى تعطلت. كنضيفو الكاوكاو مع البسكوي والشوكولاته بودره او الشوكولا الحلو، كنضيف نفس العلبه ديال الكراميل، وغادي نكمل بالعسل. كاين الناس اللي كيجمعوها غير بالعسل، انا كنفضل نضيف واحد الكميه من الكراميل كيعطيها مذاق احسن. وكنبداو كنضيفو شويه بشويه حتى تجمع لينا، ما تجيناش جاريه، تجي مجمعه راسها فقط. هذا قاصح هذا العسل المنزلي اللي استعملت، ممكن تستعملوا اي عسل طبعا، هذه من ايامات رمضان وعندي في الثلاجه صافي. وغادي نبقى في هذه الطريقه كنجمع حتى نحس بها هي هذيك، ما جارياش وما تكونش عاوتاني، يعني الجهد اللي تجمع فقط. جيبوا واحد الصفيحه مربعه او مستطيله تقريبا 30 على 24 تقريبا، وكتبقى طبعا على حسب الكميه اللي درتو نتوما. غادي نفرشها بالورق ديال الطبخ بابي كويسون او حتى ديال الزبده او بلاستيكه اللي ما توفرش لكم، هو ورق الطبخ كيبقى احسن. غادي نقادها على حساب هاد الصفيحه ونوضع مباشره الخليط اللي حضرنا ونحاولوا نقادوه. السمك او العلو ديالها حتى هو اختياري، واش كتبغيها تجي عاليه او متوسطه؟ انا غنديرها متوسطه شيئا ما، متعجبنيش ديك اللي كتكون رقيقه بزاف. صافي غادي نستمر. عندكم مدلك صغير يعني اللي قد الصفيحه، فكتقدوها وهي فوت الصفيحه بعد ما كدير واحد البلاستيكه ولا ورق اخر اللي بغيتو، وكتحاولوا تلبسوها ليه. وكان كبير كثر من الجهد كتخلي واحد الجانب فارغ، ماشي مشكل، المهم اننا الاطراف الاخرى تجي هي هذيك مع الجوانب. صافي كنبدا كنقاد فيها ونحاولوا نديروها سطح مستوي، يعني باش جينا مقاده ماشي جهه كبيره او عريضه وجهه لا. وكذلك كنبدا كنقاد حتى في الجوانب كل مره حتى تقاد لي مزيان. كما كتلاحظوا بهذا الشكل كنبقى كنقاد فيها، من الاحسن نقادوها ونعطيوها وقتها باش جينا مقاده ومزيان، يعني مفينيه مزيان، ما تجيش شي عالي وشي حادر. نعاود نردها للصفيحه ونزيد نقادها باش تاخذ لي كيف قلت لكم الشكل. الى جاتني ناقصه من شي جهه معليش ماشي مشكل، تكون كتل يعني من قادوها بيدينا نحسو بها كتلصق بزاف. الا كانت كتلصق فراكم جريتوها، ما غاتجيكم يعني ماشي هي هذيك، غاتجي معلكه اكثر من الجد، خص تجي شويه ناشفه.
ثم ندوب الشوكولات والكمية اختيارية. انا هنا استعملت تقريبا نص كيلو ديال الشوكولات الاسود على حساب هذه الكمية. كنوضع معاها 3 معالق كبار تقريبا ديال الزيت النباتية ضروري باش يجينا ما جيناش قاصح بلا يتهرس لينا. ونوضع مباشرة فوق نار مهيلة ونبقى مستمرة بالتحريك ما نتوقفش نهائيا. كيدوب بواحد السرعة كبيرة وما كنحتاجوش نديروه نهائيا في حمام مريم، غير كيف قلت لكم ضروري نار مهيله وحنا كنحركو بسرعه. ما كنوصلوش لدرجه انه كيدوب تماما، غير نحسو يعني بقى واحد القطع كنزولوه من النار وكنبقاو كنحركوه بهذا الشكل حتى نشوفوه يعني داب كامل. ومباشره غادي نوضعوه فوق الخليط او العجينه اللي حضرنا. كما كتلاحظوا كيكون فيه قطع، ومن بعد بالتحريك مع كيكون الشوكولاته سخون بزاف لان فوق النار مباشره كيدوب راسو. غادي نوضعوه بهذا الشكل ونحاولوا نوزعوه بشكل متساوي فوق الكاوكاو ديالنا. وكيف قلت لكم الكميه، انا بالنسبه لهذا الكيلو اللي درت مع داك الكميه ديال البسكوي درت نص كيلو تقريبا ديال الشوكولاته الاسود. انتما على حساب الرغبه ديالكم، لو بغيتو تكون طبقه اكثر فزيدوا، استعملتوا كميه اقل من الكاوكاو فكتنقصوا حتى من الكميه ديال الشوكولاتة. نحاولوا نعمروا حتى الجوانب بهذا الشكل، ومن بعد غادي نحركها كامله باش غادي تقاد لي بهذه الطريقه. كما كتلاحظوا غنحصلوا على مرايه بالشوكولا، نخليوها تبرد مزيان حتى تدفى ونوضعوها في الثلاجه باش الزيت تقصح عاد باش نكملوا طريقه التحضير ديالها. نوضعوا ورق اخر وكنقلبوا فيه. كيف قلت لكم نحسوا بها نجمدت مزيان وكنزولوا داك الورق اللي في الاسفل. بهذا الشكل نخليوها على جنب بعد ما كنردوها للصفيحه ونوجدوا الشوكولاته الابيض اللي غادي نوضعوه في هذا الطبق. نفس الكميه غادي نستعملوا ديال الشوكولاته الابيض اللي حتى هو غادي نذوبوه بنفس الطريقه. وطبعا كنكونوا ضفنا له 3 المعالق ديال الزيت وحنا كنحركوا باستمرار. دو البال الشوكولاته الابيض ماشي بحال الاسود، هو خصو نحركوه اكثر من الاسود ونراقبوه اكثر وتكون النار مهيله اكثر من الشوكولاته الاسود. صافي بنفس الطريقه كنعاود نذوب داك شويه ديال الشوكولاته الاسود اللي غنزين به باش من وضعوا الابيض مباشره غادي نزينو بالاسود ما حدو مازال ما جمد، وخصوصا الا كان البرد. دابا الصيف ماشي مشكل كيبقى جاري. وضعوا الشوكولاته الاسود اللي غادي نزينو به في بوش جوطابل، اي داك جيب الحلواني اللي كنستعملوه اللحوه، او في بلاستيكه عاديه ومن بعد نوضعوا فيها ثقب او سورانك اللي بغيتو. الا كان البرد خص العمليه تكون بسرعه مش ما تجمد ليكمش وتعطيكم يعني الطوع باش تشكل ليكم. الشوكولات مازال ما دابش مزيان ولكن نوضعو ونعاود نقادو، معليش نحاول ندوبو فوق منها. وحتى هو غادي نقادوه بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه اللي درنا للطبقه الاولى، وما غنخليوهش يجمد مباشره. غادي نشكلو خطوط الشوكولات الاسود متقاربه او متبعده على حساب الشكل اللي بغيتو نتوما. كما كتعدد خطوط يعني جاب لي بالي الكاميرا خدامه وهي كانت طافيه، معليش يعني باينه خطوط بهذا الشكل. اما نقربوها او نبعدوها، ومن الاحسن الا قربناها كتجي في الشكل احسن. ثم كنجيبوا اما كيوطو واما سكين اللي بغيتو نتوما وبسرعه. وكيف قلت لكم الا كان الجو البارد، لان هذا الفيديو تقدر تكون يعني تشوفوه في البرد خاص بسرعه، ولا حسيتوا بها جمدات لكم قبل ما تشكلوها بهذا الشكل وضعوها في الفران ساخن وجبدوها عاود وخدموا بها. كنبدا كندير خطوط كما كتلاحظوا معايا متقاربه حتى هي ومتعاكسه، يعني كنجرو من هذا الجهه وكنرجعوا الاتجاه المعاكس نعاودوا نجرو باش كتعطينا هذا الشكل ديال الملفي. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنوصل للطرف الاخير.
وكنخليوها كتبرد وكتشد راسها، ونعاودو ندخلوها للثلاجه باش الزيت تجمد عاد باش نقطعوها. كيجي شكلها هكذا. صافي دابا جمدات ليا كما كتلاحظوا معايا. وباش غادي نقطعوها بالنسبه للمبتدئات اللي ما غايجيهمش يعني القياس متقاد وكيبغيوها تجيهم قاده، يستعملوا شرائح بحال هكا، شرائط من الورق المقوى، ويقدوها ويقطعوها مقاده. انا درت هنايا تقريبا جوج ديال السنتيمتر غتكون في العرض، وبالنسبه للطول فانا غادي نديرو زايد واحد شويه باش يجوني طوال ماشي مربعات 100%. وانتم ممكن ديروهم معينات، ممكن ديروهم مربعات او مستطيلات. صافي غادي نستمر كنتراسي، وانا غادي نكمل طبعا بالسكين عادي بلا ما نستعمل هذا الورق. ودابا غير كنتراسي وما كنقطعوش، لان التقطع فكاينه تقنيه باش كنقطعو بلا ما تهرس لينا الزليجه ديالنا، وطبعا بكل سهوله. حيدوا هاد الجوانب اللي كتكون غير زايده، وغادي نبداو بالاتجاه المعاكس وورق المقوى كيف قلت لكم اللي زايد شويه الحجم ديالو. صافي غادي نستمر كنتراسي، ومن بعد عاد نبدا نقطع. باش نقطعو وما تهرس ليناش الزليجه ديالنا وما تشنتفش، كنجيبو ماء مغلي كنوضعوه في قريعه، كنجيبو السكين كنوضعو فيه هذاك، كنوضعو في ذاك الماء مغلي وكنمسحوه وكنقطعو. كل مره غادي نقطعو كنوضعوه في الماء طايب وكنمسحوه وعاد كنقطعو. كتلاحظوا بانه كيطلع معاه الشوكولات لانه سخون، ضروري نعاودو ونسخنوه بداك الماء ونمسحوه، وكنستمر حتى كنوصل للاخير. كما كتشوفوا معايا كتجي تقطيعه متقونه، ما كيتهرسش نهائيا الشوكولات، وما كما قلت لكم ما كيطلعناش في جناب الشوكولات زايد. صافي غادي نستمر حتى نقطع هاد الجهه ونعاود نقلب للجهه الاخرى، وبنفس الطريقه وبنفس الكيفيه حتى نقطعهم كاملين مربعات او مستطيلات ونوضعوهم فريقات. من الاحسن باش نقدموهم خصوصا ان الجو ساخن، ما كيتغيرش نهائيا وما كيدوبوش. وهذا شكلهم النهائي كما كتلاحظوا معايا، كيجيو زوينين ولذات وطريقه سهله جدا في التحضير. وطبعا هذه الحلوه معروفه وكتعجب الكبير والصغير. شكرا جزيلا على المتابعه، لا تنساوش لايك للفيديو وتشاركوا في القناه باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. الى اللقاء، مع السلامه.